نبدأ فقرتنا الإخبارية بشأن الرياضي، حيث يواجه منتخب مصر للشباب لكرة اليد تحت 21 عاما نظيره صربيا اليوم في دورة 16 لبطولة العالم المقامة حاليا في إسبانيا. وكان منتخب مصر قد فاز على نظيره الفرنسي بنتيجة 37 إلى 32 نقطة في الجولة الخامسة والأخيرة بالمجموعة الثانية من البطولة. وتأهل المنتخب الوطني إلى الدور 16 كمتصدر للمجموعة برصيد 10 نقاط بعد أن حقق 5 انتصارات متتالية على منتخبات أستراليا ونيجيريا والسويد وكوريا الجنوبية وأخيرا على فرنسا، ليصبح أول منتخب غير أوروبي يحقق الفوز في جميع مباريات الدور الأول منذ عام 2009.